السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يا هلا وسهلا بمتابعين قناة سعودي أوتو. مثل ما أنتم عارفين، وكلاء السيارات في المملكة عاملين عروض مكثفة لنهاية شهر يونيو الحالي، وبحلقة اليوم حنشرح لكم فيها عروض شركة عبداللطيف جميل للسيارات وكلاء سيارات لكسس في المملكة العربية السعودية. هذه العروض تقدمها الشركة بشكل دوري تقريبا، تقديرا منها لعملائها الكرام. خلوكم معنا. طبعا هذه العروض اللي قدمتها شركة عبداللطيف جميل للسيارات وكلاء سيارات لكسس في المملكة لعملائها متنوعة، وتتميز بمرونتها وتنوعها حتى تناسب شريحة كبيرة من العملاء، وهي كالتالي: العرض الأول عن طريق مصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي، ادفع الآن دفعة أولى 50% والباقي بعد سنتين، ويشمل كل سيارات لكسس. العرض الثاني من البنك الأهلي، هو خاص بالسيارة لكسس إي إس موديل 2020، والعرض كالتالي: الدفعة الأولى 10% والرسوم الإدارية 0% والقسط الشهري 2257 ريال. العرض الثالث بيشمل استرداد نقدي على سيارات مختارة من موديلات 2018 و2019 و2020 كمان، ويمكن الاستفادة من هذه العروض عبر تعبئة بياناتكم بعد الضغط على الرابط الموجود في الديسكريبشن. السيارات اللي يشملها العرض زي ما قلنا، العرض الأول ادفع الآن دفعة أولى 50% والباقي بعد سنتين، يشمل كل سيارات لكسس. والعرض الثاني خاص بالسيارة لكسس إي إس موديل 2020. والعرض الثالث الاسترداد النقدي بالنسبة لموديلات 2018، يشمل السيارات التالية: لكسس إل سي المبلغ المسترد 20,000 ريال، لكسس اي اس سي سي المبلغ المسترد 8536 ريال، لكسس اي اس سي اي المبلغ المسترد 8016 ريال، لكسس جي اس سي دي المبلغ المسترد 11883 ريال، لكسس جي اس اتش اتش المبلغ المسترد 12077 ريال، لكسس ال اس بي بي المبلغ المسترد 35,000 ريال، ولكسس ال اس هايبريد المبلغ المسترد 35,000 ريال. بالنسبة لموديلات 2019، يشمل السيارات التالية اللي هي لكسس ال اكس ديزل المبلغ المسترد 34,000 ريال، ولكسس ال اكس اي دي المبلغ المسترد 20,000 ريال، ولكسس ال اكس سي سي المبلغ المسترد 34,000 ريال، ولكسس ال اكس اس اس المبلغ المسترد 34,000 ريال، ولكسس ال اس اي اتش المبلغ المسترد 10,000 ريال، ولكسس ال اس بي اتش المبلغ المسترد 5,000 ريال، ولكسس ار اكس بي بي المبلغ المسترد 10,000 ريال، ولكسس ار اكس بي اتش المبلغ المسترد 10,000 ريال. بالنسبة لموديلات 2020، يشمل السيارات التالية: لكسس ال اكس اس اس المبلغ المسترد 20,000 ريال، لكسس ال اكس اي دي المبلغ المسترد 10,000 ريال، لكسس ال اكس بي اي المبلغ المسترد 10,000 ريال، ولكسس ار سي المبلغ المسترد 5,000 ريال، لكسس جي اكس المبلغ المسترد 5,000 ريال، ولكسس ان اكس المبلغ المسترد 2,000 ريال. مميزات العرض: ثلاثة خيارات متنوعة ومختلفة من العروض، تنوع جهات التمويل، ضمان 4 سنوات أو 100,000 كيلو متر، أيهما يأتي أولا، تطبق الشروط والأحكام. وزي ما قلنا في البداية، عروض شركة عبداللطيف جميل للسيارات وكلاء سيارات لكسس في المملكة لعملائها عروض متنوعة، تقدر تختار العرض اللي يناسبك، ويمكن الاستفادة من هذه العروض عبر تعبئة البيانات بعد الضغط على الرابط الموجود في الديسكريبشن. أعزائنا مشاهدين ومتابعين قناة سعودي أوتو، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من حلقة عروض شركة عبداللطيف جميل للسيارات وكلاء سيارات لكسس في المملكة العربية السعودية. ولمزيد من المعلومات زوروا موقعنا saudiauto.com.sa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.